برزان بخير بين لناوندي لكولين رودا او جاريكتر بخراتني ميوانا كان بغاول هريم كردستانكي صد سالا نزيك بصد سالا لنيوان عراق وهريم كردستان گرفته كردستان گرفته و چاره سريش نكراو گرفته كي جيو سياسي گوريا كهلاني كم نزيك بنوات سالي بشكي زور لا ساماني مرويو ساماني داراي امولاتي تفرتو ناكردو و اوشي اداريا حكمة لعراق هيتش كات ارادي بو چارا سر کردني ام پرسن نشان نداو و انجامك اشتيك در كوتوكا بردوام پیکوژیان لگر قیران عملی کوتو تو است براسی پرسیار اگلی را غین رو دو حل بجاردن برای وچو حل بجاردن اکل عراق حل بجاردن اکل حریم کردستان اگر یه دو اداره نوی جلوی حکم بگرن دست دو براستی عراق برای کیو دشید و چیلی بسر دید گرفتکانی نیوان عراق واری می کردستان چون چاره سر دکرید اما یک راستی در دخاط پیش که عراق لبردم دوریانی کی یک لاکر رو ده یا خود اداره تازه عراق رو لرابردو اکات جاره کی تر پیکوژیان لگل قیران بردوام ده بید یا خود رو لعاینده دکات و هنگاو بو چاره سر کردنی گرفت استراتیجیکانی خوی حل دگرید پیگی جیو سیاسی عراق لخورحالاتی ناوراست با قبلگای خورحالاتی ناوراست دنازرید عراق و هرمی کردستان عراق و کردستان یا خود با معنای کیتر میزوپوتامیای سرو میزوپوتامیای خوارو هارتلندی خورهلاتی ناوراستا جیوپولیتیکی میجویی خورهلاتی ناوراست همو تانوپوکی تونکی لعراقا و لکردستانا دگاتو بیک بلام ام قبلگا جیو استراتیجیا فرمولی که لمیجو ده هبوا دوزینو کشف کردنی او فرمولش سخت نیه نبوه گریکه لکوه هچ کات میزوپوتامیای سرو میزوپوتامیای خوارو پیک دادانیان هبوه برو دو آرویش دو هچ کات یکیش میزوپوتامیای سرو میزوپوتامیای خوارو رکوتون لیک نزیک بونه توا پروژه استراتیجی او بشن درست کردوه بوت هوی ورچرخان و تحول استراتیجی لم ناوچه یا نمونه میجوی اما هیا فاکتی میجوی اما هیا اما لخو معنو نایلی بونو سیری سیم نموده لکین سیری سیم نمونه میجوی اکین یکم سردمی ساسانی دوام سردمی عباسی سیم سردمی سلجوقی که عراق کردستان ناوندی ورگوران استراتیجی کانی ام ناوچه یا بوان لسردمی خلی یکمی سردمی ساسانی پیک هاته و بنیاتی حکم مدل اکل کنفدرالی بوا لبر اوه ای بینید که امارت حیره عربی تیایا امارت ارمانی تیایا کردی تیایا و گل یک دامو دزگای تری تیایا بشه اوی کنفدرال برای وچوا گل یک لپادشاکانی ساسانی لمالی عربکانی حیره پرورده بون گشایان کردو بارا میگور نمونه یکی که لوانه حتی اوک سردمی که پیکو بون میزوپوتامیا و خوارو سرو پیکو گنجاون ورچرخانی استراتیجی دروس بود حتی کاتی کش کشه دروس بود دوباره برو دو آرواش دو نمونه دوم سردین سردمی عباسی بکن ابو مسلمی خراسانی به پیهند بلگکن لکل کردستان وکو داعیه که عباسی که روی لخراسان کردو
هێزێکی بەشەری زۆری کۆ کردوەوە و هاتووە لەسەر چەمی زاپ حکومداری ئەمەوی تێکشکاندووە بەشێکە لە یەکگرتنی میزۆپۆتامیای خوارو و سەر و کوردەکان بەشێکی زۆری پێکاتەکەی دەسەڵاتی عەباسی بوون لە کاتی خولی یەکەمی سەردەمی عەباسی شارستانی گەشایەوە میزۆپۆتامیا بوو بە ناوەندی دنیا فەلسەفە پێشکەوت بزوتنەوەی وەرگێڕان گەشەی کرد لە زمانەکانی هیندی و پەهلەوی و قیبتی و یۆنانی فەلسەفە گەشەی کرد هەموو مەذهەبەکانی ئیسلامی هەر چوار مەذهەبەکەی سنی شافعی حەمبەلی مالکی و هەردوو مەذهەبی جەعفەری و زەیدی شیعە هەمووی لەهی ئەم سەردەمەیە لەم سەردەما گەشایان کردووە بزوتنەوەی کەلامی مەعتەزیلە فەلسەفە ئیسلامی لەم سەردەما گەشەی کردووە ی سەردەمی یەکەمی خولی یەکەمی عەباسیە و یعنی ئەو پێشکەوتنەی کە لە تەلارسازی و شارستانی دووە بەرهەمی ئەو سەردەمەیە بەڵام لە خولی دووەما بەرەو دووە ڕۆیشتووە اینجا کۆمەڵی دەوڵەتی تر دەوڵەت دەوڵەتۆکە ئیمارەتی تر لە سەردەمی عەباسی هەبووە دوو میرنشینی گەورەی حەسنەوی و مەروانی کوردی مەوجود بوون دەوڵەتی بوەیهی دەیلەمی کە نزیکن لە کورد مەوجود بووە ئەم سەردەمەش سەردەمێکی کە بەڕاستی کە کاتێ مشارەکە لە بینی میزۆپۆتامیا و خوارو و سەر و هەبوو پێشکەوتنی دروست کرد و نمونەی سێم سەردەمی سەلجوقیە ناوی کوردستان بەرهەمی ئەم سەردەمەیە گەورەترین ئیمارەت لەم سەردەما دروست بوو یەکگرتنی ئەم دوو میزۆپۆتامیای سەر و خوارو بوو بەهۆی پێشکەوتن کە ئانادۆڵ و ئاسیای بچووک کەوتە ژێر قەڵەمڕۆی تورکانی سەلجوقی کاتێک ئالپەرسلان هات ئەم ناوچەیە لەگەڵ مەلا یەحیای مزووری کە داوای هێزی لێ کرد 10,000 سەربازی کورد ئەگەر 10,000 سەربازی کورد نەبووایە جەنگی مەلازگرد یەکلایی نەدەبووەوە کەوابوو ئەمە عونسورێکی سەرەکین لەم ناوچەیە ئەمە سێ مۆدێل لە پێشکەوتنی ئەم ناوچەیە بە یەکگرتنی میزۆپۆتامیا و خوارو سەرواتۆ تکایەوە ئێستا سەری جیۆپۆلیتیکی عێراق بکە لەلایەکی بەڕاستی کەوتۆتە ناو چوار حەوزی وشکانی گەورە کوردستان و عێراق بەیەکەوە لەلایەکیش کەوتۆتە ناو چوار حەوزی دەریایی گەورە حەوزی وشکانی سەیری کەن لایەکی قەفقاسە لایەکی ئاسیای بچووکە لایەکی بانی ئێرانە لایەکی شامە و لایەکیشی بیابانی عەرەبیە لە ڕووی جیۆسیاسی ئەمە کاریگەری زۆر گەورە دروستەکات لە بین چوار پێنج حەوزی دەریایی گەورایە لایەکی دەریای قەزوینە لایەکی دەریای ڕەشە لایەکی دەریای سپیە لایەکی خەلیجە لایەکی دەریای سوورە ئەو پەڵە وشکانیەی کە لەم ناوە هەیە کە عێراق و کوردستانە ئەگەر وەرچەرخانی ستراتیژی دروست بکات کاریگەری لەسەر چوار حەوزی وشکانی و کاریگەری لەسەر چوار حەوزی دەریایی ئەکات بۆیە ئەم سامانە گەورەی کە لەم ناوچەیە هەیە لە ڕووی جیۆسیاسیەوە باسمان کرد پێکەکی چییە لە ڕووی جیۆکولتوریەوە کە شوێنی پێکدادیان و بەریەککەوتن چوار سێ شارستانی گەوری ناوچەکەیە شەپۆلی شارستانی عەرەبی شەپۆلی شارستانی تورکی شەپۆلی شارستانی ئێرانی کوردی هەمووی لێرە بە یەکدا دەدات لە عێراق و لە کوردستان لە ڕووی جیۆکولتوریەوە کاریگەری هەیە بۆیە عێراق ناوەندی 150 ملیۆن شیعی ناوچەکەیە عێراق ناوەندی 150 ملیۆن شافعی ناوچەکەیە عێراق ئەگەر بیەوێ کێشەی کورد چارەسەر بکات ئەبێتە ناوەند بۆ 40 بۆ 50 ملیۆن کوردی ناوچەکە و لێرەوە عێراق ئەتوانێت ببێتە مەرکەزی تەحەول لەم ناوچەیە ئەتوانێت ببێتە ناوەندی وەرچەرخان لەم ناوچەیە بەڵام ئەمە بۆ ڕوونادات ئەمە پەیوەندی بە ئەقڵی ستراتیژی دەوڵەتەوە هەیە پەیوەندی بە ئیرادەی سیاسیەوە هەیە هەتاوەکو ئیرادەی سیاسی نێتە کایەوە زیهنیەتی ستراتیژی دروست نەکا پلانسازی ستراتیژی دروست نەکا ئەو وەرچەرخانە جیۆسیاسی کە باسمان کرد نایەتە کایەوە لەبەرەوە دەسەڵاتی تازەی عێراق لەبەردەم دووڕیانەیەکە یاخود کێشەکانی خۆی چارەسەر ئەکات ڕوو لە ئایندە ئەکات ئەبێتە ناوەندی وەرگۆڕان بۆ هەموو خۆڵاتی ناوەڕاست کە ئەویش بە مشارەکەتی میزۆپۆتامیا و سەری و خواروە یاخود ڕوو لە ڕابردووەکات مۆدێلی دەوڵەتی تاک نەتەوەی تاک مەذهەبی کە مۆدێلێکی فاشیلە لە ڕۆحی و جەوهەری خۆڕەڵاتی ناوەڕاستیشە نەبووە و نییە کە ڕۆحی جەوهەری خۆڕەڵاتی ناوەڕاست کۆنفیدراڵیە ڕوو لە ڕابردووەکاتەوە یاخود ڕوو لە ئایندە ئەکات گۆڕانکاری وەرچەرخانی گەورە لەم ناوچەیە دێنێتە کایەوە بۆیە ئێمەش وەکو تینتانکەکان وەکو دەستگاکانی هزری ستراتیژی ئەو ئەرکەمان پێ هەیە لە بەغداد و لە هەولێرە لە شوێنەکانی تر بەردەوام دەست بە خولێکی گفتوگۆ دیالۆگ بکەین بۆیە هیچ نەبێت زەمینەی مەعریفی فکری ئەم وەرچەرخانە ستراتیژیە دەستەبەر بکەین جارێک تر بەخێرەتانتان دەکەم سوپاستان دەکەم زۆر سوپاس بەڕێز مامەند ڕۆژە بەڕێوەبەری ناوەندی لێکۆڵینەوەی ڕووداو پانێلی یەکەممان وەکو گوتمان
لجنه نشانی رخصنوی پیوندیکانی نیوان هولیر و بغداد دوای دو هلب جاردن بروچ لا برس دکتور عامر عبد الجبار وزیر پیشو عراق سروکی نوسنگی راوشاری دست پیکم دکتور پیتوایا دبیت چی بکری بوی که پیوندیکانی نیوان هولیر و بغداد دوای دو هلب جاردن رگ بخرینه و او بربستانه چین که دینه بردم اوی که نتوان ره پیوندیکان رگ بخرینه و برایتو بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتقدم بالشكر والتقدير إلى مؤسسة راو الدولة لهذه الدعوة الكريمة حقيقة موضوع الأقليم وبغداد والمشاكل المستديمة هو ليس بالأمر الغريب يعني هو أمر يعني طبيعي بعد تغيير نظام 2003 وهنالك كثير من تجارب العالم استغرقت عشرات السنين حتى توصلت إلى مرحلة خطت باتجاه التغيير لكن مع ذلك من حق أي طرف أنه يبحث عن الحلول السريعة الحلول السريعة اللي إحنا شاهدناها بالعملية السياسية هو الحوارات الحوارات المباشرة بين السياسيين والطاولة المستديرة حقيقة أنا أعتبر هذا الحلول سابق لأوانه لأنه دائما يكون فيه أسلوب لو الذراع وهذا الأسلوب دائما بوعود وتخلف الوعود لأنه تقع هذه الحوارات قبل تشكيل حكومة قبل ولذلك نشوف يضطر الطرف الآخر أن يعطي وعود وبعدين ما يستجيب لها ولا وهذا الآلية هي غير منتجة أنا برأيي أنه إحنا إذا نريد نوصل الفكر ونريد نوصل الفكر الصحيح أن مفتاح السياسة هو الاقتصاد إذا إحنا ندخل بالمحاورة الاقتصادية بين كردستان وبغداد احنا راح نتوصل الى حلول سياسيه، انا التقيت الدكتور حيدر العبادي قبل سفرته الاولى الى امريكا. قلت له دكتور انت راح تروح الى امريكا سفره اولى، اقترح عليك ان لا يكون عدد الدبلوماسيين والسياسيين اكثر من عدد الاقتصاديين. ركز ان تفتح ملفات اقتصاديه، بعدها تتفتح الاراء السياسيه ويتم قبولها وتصير مرونه. لان الاقتصاد هو مفتاح. اني من استلمت وزارة النقل عديت دراسات وتصاميم كيف نربط إقليم كردستان سككيا بالمحافظات جميعها وأنجزنا تصاميم موصل دهوك زاخو وتصميم كركوك السليمانية وتصميم سككي بغداد بعقوبة كركوك أربيل موصل هذا كتصاميم أنجزناه من 2010 قدمت دراسة للسيد المرحوم مام جلال هذه الدراسة موجودة كيف ننشئ موانع جافة في أقليم كردستان شوف هذا الهدف من عندها بأبعاد سياسية إضافة إلى هي أبعاد اقتصادية من يكون ربط سككي وموانع جافة في داخل الأقليم راح يصير العمل الاقتصادي هو يهيئ الأجواء للأمور السياسية يعني مثلا القناة الجافة من تكون هي ربط دول الخليج العربي في أوروبا وراح يكون احنا الآن السكك مالتنا إلى غاية الموصل بعد الموصل ربيعة بعدين ندخل سوريا فبدل ما ندخل سوريا وندفع تكاليف احنا ربطنا موصل الدهوك زاخو الخابور تركي فمن راح يصير ان الخليجيين يريد ينقل بضاعه الى اوروبا يمر بالخليج العربي ويروح البحر العربي قناه السويس ويدفع تعرفه عاليه ويحتاج شهر هو راح يفوت اسبوع عبر الاقليم الى اوروبا يحتاج سبع ايام اذا صار مصلحه الخليج العربي الاقتصاديه في بغداد في الاقليم معناتها المصالح السياسيه راح تسهل الامور معناتها الأفكار السياسية راح تتقرب فأنا أشوف إحنا إذا نريد نوصل فكرنا بدل من استخدام السجال المباشر والحوار المباشر والتعامل مع السياسي لا إحنا ندخل من الباب الاقتصادي فالباب الاقتصادي وإنشاء المشاريع المشتركة
بنفس الوقت الإقليم نجح في تجربة الكهرباء واستثمارات الكهرباء، ويوجد مستثمرين وشركات. لو هذا إحنا نشجع أن تقام في الجنوب، تشجيعها إقامتها في الجنوب والوسط والمحافظات الأخرى راح أيضا تساعد على تقريب الأفكار والتودد. إحنا لو نلاحظ اليوم السياسيين في بغداد، نظام السياسي الجديد دائما يتعامل مع المواطن كأصبع انتخابي. يعني شنو المواطن يريد، وخاصة من تقرب الانتخابات، شوف بعض الأحزاب قرب الانتخابات يستخدم الأسلوب الطائفي، هو يعزف على وتر حتى يستقطب جماهير، بس يخلق مشكلة إلى بلده ما خلافات المشاكل الطائفية. فهذا التوتر من يصير، يعني مثلا أكو فكرة في إقليم كردستان تريد تطرح، إذا هو أصلا السياسيين شاحنين الأجواء، فأنت تعرف الجماهير من طلعت ودخلت إلى مجلس النواب، شنو سوى مجلس النواب؟ صوت على قرارات بعضها مخالفة للدستور، تمام؟ فهنا شوف، إذا إحنا لازم نبني طبقة جماهيرية، هاي المرحلة الثانية بعد الباب الاقتصادي، أن إحنا كيف الإقليم يكون مقرب من الجماهير بصورة عامة، ليس فقط جماهير الإقليم، جماهير الوسط والجنوب. لاحظ أنا من تحليلي إلى الشخصيات اللي تمثل الإقليم في بغداد بالحكومة، ينقسمون نوعين. بعض الشخصيات اللي مثلوا الإقليم كانوا ناجحين في استقطاب ساسة والشارع. أنا هاي المؤسسة نفسها التقت بي العام الماضي في بغداد، قالوا لي منو الشخصية اللي في الإقليم يعني مقبولة في بغداد والمحافظات؟ قلت له الشخصية الدكتور برهم صالح. دكتور برهم صالح عمل معي، هو كنائب رئيس وزراء، يمتلك من الذكاء، يمتلك من المكر، يمتلك من القابلية أن يوصل للهدف اللي يريده بهدوء وابتسامة. بينما من أجي إلى ممثل آخر دائما يحب السجال والمشاحنة والمشادة، هذا شنو؟ يزير من المشاكل، يزيد من المشاكل، ويصير التمسك بالآراء، ويصير الأسلوب الندية ما بين الجهات الأخرى. فالوصول للجماهير يجب أن يكون التمثيل. مثلاً أنا رشحت وزير من حزب معين من الإقليم في بغداد، ينهى وزارته وما عنده علاقات مع المدراء العامين بالمحافظات، ما عنده زيارات متواصلة ومستديمة معنا، اكتفى جالس في بغداد ويؤدي عمل روتيني. الوزير المرشح من الإقليم يجب ما يكتفي أن يكون هو يمارس عمل مهني لبريد الوزارة، يجب أن يكون عنده بعد كيف يخلق شعبية ومقبولية، خاصة عندما يكون إخفاق باقي الوزارات في تحقيق الإنجازات. لو هذا الوزير يكلف يدخل إلى المحافظات ويزورها ويتابع، راح المواطن يستقبله ويستقبل ويشيد به ويميل له على حساب الطرف الآخر. بعدين مستقبلا من تطرح أفكار راح تشوف أكو مقبولية. فمن الضروري أن يكون حسن الاختيار. ليش؟ لأن السياسيين في كردستان نوعين، أكو سياسي ناجح لكن يصلح للأقليم داخل الأقليم في حكومة الأقليم، ما يصلح في بغداد. يجب أن نحسن الاختيار، من هو اللي يصلح في بغداد؟ من هو اللي يتمتع بعلاقات واسعة؟ من هو اللي عنده أسلوب ذكي؟ من هو اللي يمتلك استراتيجيات قيادة يوصل إلى هدفه؟ أنا حقيقة يعني بمتابعتي للأساس الموجودين، يعني دائما أكون صريح وياكم، الحزب الديمقراطي أغلب ممثلين في الوزارات هم من النوع الثاني اللي يصلحون لداخل الأقليم، بينما ممثلين السليمانية والحزب الاتحاد لا، عندهم انفتاح رغم أن الكم والوزن السياسي والثقل الانتخابي للحزب الديمقراطي هو أكبر، لكنه ما عنده شعبية وقاعدة في بغداد والمحافظات الأخرى. مع العلم أن أكو شخصيات يعني أنا عملت معها وأعرفها من الشخصيات الذكية من الحزب الديمقراطي، لكن محجمين أقل من حجم اللي يستحقونه.
يعني مثلا أنطيكم مثلا مثلا السيد بنغير ريغاني هو عضو بالحزب الديمقراطي، هذا الشخص يمتلك تقريبا نفس مواصفات اللي أنا ذكرتها في الدكتور برهام صالح، عنده ذكاء، عنده مكر، عنده أسلوب يوصل للطرف الآخر، عمله يعني ما يعمل لوحده، يعمل كمؤسسة تشعر به كمؤسسة متنوع، عنده أقطاب، عنده امتدادات، لكن وين محجم؟ محجم في وزارة كدرجة وكيل. هاي الشخصية إذا أنت تريدون يصير بها انفتاح، هذا لازم ياخذ موقع أعلى من هذا الموقع حتى يكون هو أحد السبل لفتح ملفات السياسية في بغداد ويسهل الإجراءات وحلولها. أنا أعتقد هاي نقطة جدا مهمة، إضافة إلى نقطة ثالثة العقول. يعني هذه المبادرة مبادرة جيدة، والعقول اللي تم استدعائها ما شاء الله كلها من الشخصيات الراقية اللي موجودة. هذه العقول عندما يتم استضافتها في مثل هذا المؤتمر سواء كان في من بغداد أو ركز من المحافظات أيضا، وجودهم راح ينمي الأفكار، يقلل المشادة والشحن، نفس الوقت راح يسهل مقبولية تبادل الآراء. تبادل الآراء، هذا تبادل الآراء أنا قد يكون أنا كشخص موجود في بغداد عندي درجة رفض من موضوع معين لدى أبناء شعبنا بكردستان في درجة معينة، لكنه بالاختلاطات وبالحوارات وبالمناقشات احنا راح يصير اكو تفاهم اكثر. من يصير تفاهم اكثر هاي العقول دائما تشارك في صناعة القرار. يعني انت لاحظ يعني كل شخصية من اللي موجود هنا إلى دور بالإعلام ومن يطلع ومن يتحدث، واحنا عندنا تعرف القرار السياسي الإعلام إلى تأثير كلش كبير عليه، فدائما يراقبون الشخصية المتحدثة اللبقة المتحدثة المتمكنة اللي الجماهير تصغي إلى اللي كذا، هذا يشوفون دائما يقربوه ويشركوه بالقرار بصناعة القرار. فلذلك صناع القرار هم العقول، يعني لا نركز فقط على الحزب وممثلين الحزب الفلاني، رئيس الوزراء وممثلي الحزب، لا احنا نركز على الطبقة الثانية. والأختم انه ليس فقط النشاط يكون في أربيل، ان احنا لا احنا ايضا نرسل عقول من كردستان يروح بالبصرة ويروح بالعمارة وتصير ندوات بالمحافظات وفي بغداد وفي كل ما وفي الرمادي وفي صلاح الدين، هذه المحافظات العراقية إذا صارت العقول متبادلة الزيارات ومتبادلة النشاطات، أنا أعتقد ذني من المقومات اللي تساعد بعدين من يصير حوار الطاولة المستديرة راح تصير هذه كلها مهيئة للمقبولية ولإعطاء ناتج أفضل. شكرا جزيلا. زور سباس دكتور عمرو عبد الجبار. دكتور محمد حسان فرمو سنجي خود بخبر بكردية أم بعربي؟ بكردية وترجمة كريليرة مشكلة ترجمة هي؟ أوكي. أرحب بالأساتذة الأخوة الأستاذ يحيى والسردار والدكتور. علاقتنا بين هولير وبغائك يا بي سيدي بكي بوردي براستي لشهر قناغي كي زور تيبري ومن عليهم لحكومتي على ويتا أمرو وت صراع ركود وعود كاذبة وصلت إلى مرحلة الصدام خلاصيك تماما أجتوب بكيت بي سيدي حكومتك كان بكيت نقطيك زور مهمة تيايا حكومتي عبا علاوي جعفري مالكي يك دوري كي بروكري كي تهاية وسيطي كي تهاية وسيط مهما تكون الوسيط وسيط يكون إيرانيا أو وسيط يكون أمريكيا كوسيط لنا معادلة كهبو حدي توتر بنقاشك لنا بين هر دولة يعني إداري أزمة برئيقاية كي تشاكتر أجا من نوع استقسانها كم كسياسي قصة كم كما مستهي كي زاكو بيتحليل يوابكت ولا مخون بشيك بملوا بيد لدواية وسيري حكومتي مالكي دوام بكي حكومتي عبادي لبر تقليل دوري وسيطنا ودولتي أشكالي كي تردي عنف ورقرتيا براست هر طرف يقديد كباسكا علي من بغا إمالين
نجيب جي كردني دستور بغابته على تجاوز على الدستور سيري مشاكل أكان بكيد معادلي كتر ديتا خيارت ديمومة وتغييرك بسيط ركودك بسيط مؤقت جاري كتر معادلك قرايوة بو لبر زور أوشتانيك عاود كوكبا مستعمر ودي براستي براستي راستا خطأكش كمشكلة هبه من عليهم تنها مشكلة يك لانية بتانيا إما لهر دولا بيك وبشيك بوين لمشكلة مشكلة للسياسات بينك بونك دو كور طوبا كانري طوبا كش بودد أوكي من عليهم هر استا تا استا بشكل كي وضوح نية أكاديميا بلاي بغداد چلا هولي روية يعني هولير چلا بغاويت يا آيا هولير بايروت يكاني خوي داناوا يانا كمن وين ري حكومتي هريم بوم مشكله كي زوزر جورم هبو نقطه رقم 1 لو من تشيا كام مهمه كام اهمه همو جاري دمان قود ناو تشا دابرا وكان نقطه رقم 1 من استا شليم ناو تشا دابرا وكان دايكي همو كيشكاني ام ملاطيا ام كيش حنبت نا اقتصاديا نا سياسيا نا عسكريا نا امنيا نا استراتيجيا ودنيايك مشاكل تربو هلا بيض كي برز بنا حل كدني كي شكان جملة وتفصيلا من الين بغدا تاكونا قريمة معادلي بينك بونك كي جاري كتر كما مستعمر وتزور مشاكل لنظامي فدرالي معالجك دوري حكمة معالجك كدني مشاكلة مشاكلة كان حلبكات هندي مشاكل لنظامي فدرال نورمالا بلام اوي لعراق رويدا لنجيب جي كدني دستور وتجاوز على دستور لهندي جيغا مشكلة ديمومة دريش كردني فترة ديمومة ديمومة ولا حل كردني كيشا كان بو لبر تكتيكاتي مفاوضات بو چونة كيمن لقل بغا نمون ده تواني همو جارك مفاوضات بشلي كتاب تكردن بتمامي مفاوضات حل كردني كيشا استراتيجي بيك زيارة نوع تكردن بحياتي خومان لنا بيني بغا ولا هولير لجنيكي فنيني ابو حل كردني امت كيشا عدا لجنكاني بيشمرجا وعسكر أوجبوا حل كدني تصادمي تكتيكي روجانا نكبوا حل كدني كيشكاني تك استراتيجي دريش خاين تكتيك بين كيلر كيلر ابدا شرنقي كيلر ابدا مشكله كتاجيل كلا جيغايك بو جيغايك كتر لو مرحله هيك بمرحله بقونا غير كتر بدا خوا اما براستي شك قونا مراحل هيك زوزرا وابو من عليهم جاري كتر عاملي وسيط بروكر زور جرين قالنا بيني حولي رو بغا بتاكد لبر هر دولا اما عقدي گفتگو من هيا عقدي تفاوض من هيا ان نشار زبون يك تفاوض من هيا اما د چين يك نقطه من هيا 1 2 3 4 5 نقطه تريش اشاره كين يك نقطه د من نجيب جيب كين زور جار مبلغ مبلغ يكي پاره بين كردستان لبر قاش من كتوا بغاش دي مقدر منطقي كي انتخابيا بيارمتي كردستان طرف دات لخصمي كتري حزبي كتري خويا ولا بغا دعوة يزري مجلس مجلس يزري فتح فتح يزري سائرون سائرون وكثرة التسامي أوي لما عاد لك أمره كحج عادل دستي بيكات وحكمتك كي دست بيكات من عليهم أمام دو مشكلة دو كي بوينتي هيا أجا كار لسربكات غوريني ثقافة إداري لملاطة لبرزور بي مشاكل كاني هولير وبغا إدارين اتفاق سياسي ديتا كردن ضابطك لوزاري حكومة لحكومة لوزارة دفاع هش تيك جيبا جيناكات وعرقلي هيكاكات ما مستعد عمر استراتيجيتك إيداناوة بلام أول لجنيك هاتي كتخطيطي أمامكات 200,000 مشكلة يدرستي كرت 200,000 مشكلة يدرستي كرت تاكو أمام بدرك دبا ثقافتك إداري تازة خلقات لملاطة حول بدات عراقي دروز بكاد لعراق اگر واي كرد كردش تا امرو لقوقعي كقومي خومان لدواي ريفرندوم پيوستا بو چونه كي ترمان هبت براستي شيعش لقوقعي خويا و افرمي كي تري هيا سنش لقوقعي خويا و بو چونه كي تري هيا آيا رئيس وزراء تازا و سير سرو كوماري تازا كمن عليهم هر دو كيانا توانن تيمي كي زور جوان خلق كيان لبغا براستي لقل سروق برلماني كي كنشط طموح خطي هيا تائستا من عليهم خريجي مدرسي كي فكري فاسدنيا يعني معفنيا تائستا عديد وزباطات إلى سرنيا هر سيكيان بيكيا واتواني كاري كي تربكيان كأميدي كي
امیدی که بخشن بلام پیوسته مشله کردستان بزنین پاریوریتی کمان چیه What's first? What's next? What's third? Don't be in bloom. نه ای والله همه مشکل کام پیک و حل نمید. کسی که لیه ملا مالی خوش لگل جنکی خوش نتوانی هم مشکل کن حل کید. لگل کرکی خوش نتوانی هم مشکل کن حل کید. کن اکثر واقعیاً مشکل کام به تسلسلی کی تمام. ما هی المهم و ما هی الاهم لحل کردنی کش کن. همویان باسی دستور کن براستی. من علیم لبر بچدار بوین لپروسسی بدایتی دستور و لحرفیه کما و تاکو هم انتهاکاتی که کل دستوری کرده خلل لدستور نیا خلل لتطبیقاتی دستوره اوی علی خلل لدستوره بابام دیار کات هیچ دستوری که لدنیا خللی تینه بید بابام دیار کات دستوری که لتطبیقاتی دستور که که من اطاره کلو توم دانه و برو جیب جیب که اگر حضرت لینا به جیب جیب کید، اگر حضرت لینا تنفیزی که تشتیعب کی با قانون، اما خود تو خلال کل دستور نیه، لطو، لمیشی که توی خلازه یکی تری هیا. پیوسته همویان پیکه و حقیقت للعبه وقت خودور کن، بطایبت بغداد. بغداد لعبه یکی وقتی لگل کردستان کردیا، همو جاره من نوینری حریمی کردستان ملبغا و مسئلی کردستان ملصدو چل. همو جاره هچیش تیک ماندمان تنفیز کن خطوه یک برای پیش بچین، لعبه وقتی آنده کرد. لبردیان زانی وضعی کردی وضعی کی هشه وضعی شیعیش وضعی کی هشه وضعی سنیش وضعی کی هشه براستی هشه شی وضع پیوسته لعبه وقت که اگر حضرت لی نبی ولاد دا بدام که لعبه وقت بویت خوان لی آوان خوان لی دور کن به شکلی کی تاو لگل کردستان کردستانیش پیوسته لام قناغه ما هی الممکن و غیر ممکن همو مشاكل مكان ما انتو خود اگر همو مشاكل كانت خود اگر تفكير بكي تو صد ديني صدا صد قازان شاكيت رفيقكي تو صدا صد ضرر كي تو ضرر الى سياسة پيوست we have to make it win-win game من قازان شاكم توش قازان شاكي من ربح حكم من ضرر اكم توش ربح كي لعبي win-win game and never neglect anyone of the equation هیچ کسی که لازم اهمال نکیل معادله نک ام روبلین والله ام شخصیه ام کتله اگه بین سیری مساری عملی سیاسی بکنی لولاد حقیقت سایرون لپیش فتره ایک اگه بیر من بید لسر زمانی حکومتی علاوی پشت کنتیون که بی هیچ هیچی که پینه بو خریق با مقتدا صدرش لسجن بی ها اگر احترامو هندیک کس تدخلی تدا نکل بالا مرحله اخیری لما عدلی عراقی دیمو مو تغییری زوری تیایا پیویسته لسر ایمال کردستان نالین کسی نمان توانی علاقاتی وطنی که پی علین وطنی به شکلی که واضح بکن با صریح قصه بکن با حقیقت نمان توانی فرقی اداره لعلاقاتی حزبی بکن فرقی اداره لعلاقاتی سیاسی بکن و صراعی کردی خلاف اختلاف شده که زور جوانه بلام او صراعی منافسه کردنی که خوی کرد خوی زلیل کاد طرفی که تر با قواب کاد لسر مکاسب برواب کن لم صراعا هیچ کسی قازانش نیا لاخیری لبر هاولاتی کردستان به همو مکوناتی خویه و چاویلی چون جیانه که گشه پی بتدان چاویلی چون راتبه که تابد چاویلی چون امن استقاره که تابد چاویلی چون ام معادله شر ام هاجسی شر ام هاجسی ترس لمیشی کی خلق در بینی تا حدیک من علیم ام قناغی امرو براستی بوادری تفاؤلی تیایا ازانم رئیس وزرائی کی ضعیفه بتاوی رفیق ما لازدار و نصد و نوطا و ناسم لنوطا یکوا رئیس وزرائی کی ضعیفه امکانیاتی کی ضعیفی هیا حقیقت اعتماد اگا لسر تیمی کی با قوت تیمی کی با قوت اوشتی که تاریتی خوید لحیمنی حزبی ریزم لوی هیا لهیمنی حزبی ناتوانی خویل دیار کرد بلام تا حدیک هر کسی که لیمن دچار هیمنی حزبیه کسی که لیمنی هیمنی حزبی لسر دبید هیمنی حزبی لسر منه لسر تویه لسر تویه لسر هر چن اتوانی خویل هر منی حزبی تحیودی بکاد نکه موش دیک چن اتوانی ثقافتی اداره دولا بگورد ام ملاطه تا حدك روجك من متيت تو امام علي بيني وامام عمر بيني حكمي ام عراق بقد بم مؤسساتنا
قد ستري لي در ناچد استقلالي لي بيانابد هر دوكيان نك مسألة خلافي سني وشيعية إمام عمر لقل إمام علي هر دوكيان خواليان رازي بيت بين إداري أم ملاطب كان بم مكوناتي كهية بم نوعية إداري كهية نابد مشكلة كنك سنة وشيعية كرد وعربة عقليتي إداري أم ملاطية فسات انتاجك تعفن استعدادك إنساني بشيان وبتوانا استعدادك حقيقة بابكن نقطة كتير بيوست بحث عن المشتركات كان شتي مشترك هي لإدارة الدنيا أم ملاطة هموما لهزار نصد وبستويك وتامرو ذكيك ليما هسما نكد يبينو تهاولاتي أم ملاطي أم ملاطي يعني عراقيد بو لبركز كارنك ديال سرتو برواب كان سرو كماري عراق دو بدو فترة من زور زور جارم دي ولا دنيا لندن لپیش بیت لندن کمترین وتر لمیشی کیدا لپیش بیت عراق که وتری عراقیان هشت بو کمترین شد بلام زادر قدر و هاتو بوتا و ویستی کار بکات ویست من عراقی درست کن لاملاتا تصرفات حکومات عراقی نبذی شعور عراقی که خویان قوقعیان کرد لفکری که طایفی حزیان لیه خویان تو چند لبر طایفیت و قومیت اکت و ریاکتا تو چن اکتیف بیت تو چن خود اواب کیت من خوام دوره کم تو چن برام برام بلای من وام من وام من وام من وام منش بتوالم من خیر منش وام منش وام منش وام انق فکری قوقع من الیم تحدی رقم یکی مهمه حکومتی دهات و من تا حدیک یکم جاره برادران دم ناسم زور زور رج بینم یکم جاره بوادری عمل للاي من بيابويا لما هذا العراقي وكود الله دكتور عادل عبد المهدي دمكي ناسي چه جاوازيه كي بلقل برازان هريك لا حيدر عبادي و نوري مالكي اگر بكورتي بلام يا كم جي نص جي نص جي پترا براستي نص جي پترا نص بي ثقافتي پترا اگه بي سيدي بكي او كابرا چون گوره بويا لبر دوري فرد لما هذا العراقي زور زور گرنگا زور 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 گرنگا فرقي كي ترا نص جي سياسي زور زور پترا ليان عادل لچن مدرسه یک تی پریوا مارکز بویتا بویتا بعثی های دعوت چوی فرنسا لوی بویتا ملم عارض حتی لمسائل آینسی و او فترش لبیرم دید که مجلسی علا دجی بجدار بیت لآینسی لم لفتری معارضا عادل همو یعنی فتح تر بولوکاتش استعدادی گفتگوی هبوی لوامو پیتن بلام که رئیس وزرائک بکبه کی نبید لپرلمان بم هشاشی پرلمانی امرو حقیقت لبر زور زور عاشقی سیاست هاتین اینا و پرلمان نک سیاست مدار اما فرقی که زور زور لمعادل عراقی نقطه ضعفکی لوی بلام علیم تکاملی رای سروکی کمار تکاملی سروکی پرلمان پیک و اتوانن تیم خلق کن خویان لغونا غنجات کن بوادری عمل بو اصلاح حیا بلام پیویست کردستانیش توافقی که کردی منی ممی هبید من نالیم پرفیکت که که جاران پرفیکت بو با پرفیکت نبید و نقطه ای لهموی گیرانتر بزانین چی من دوید نک همو ایش تکتیک بید لسیاست مجموع تکتیکات تؤدی لهدف استراتیجی اذا کلها اعتمدت على تکتیکات فا انت صرت تکتیک زور باشه زور سپاس دکتر محمد احسان دکتر یحیی تو پیتو ادبیات چی بکری بوی پیوند یکانی نیوان هولی رو بغداد دوی دو هلب جاردن رک بخرین او شكراً السيد رئيس الجلسة. سباس. يعني ربما سأختلف مع الزميلين السابقين الأستاذ عامر والدكتور محمد حول توصيفهم لطبيعة الخلاف ما بين أربيل وبغداد. أنا أعتقد أنه يعني المشكلة أكثر تعقيداً من إمكانية حلها بمعالجات اقتصادية أو بتنظيم الإدارة. أنا أعتقد هناك أزمة أعمق فيما يتعلق بطبيعة العلاقة. يعني أولاً لا أعتقد أن الطبقة السياسية في العراق لحد هذه اللحظة مؤمنة بفكرة الفيدرالية أصلاً. يعني فكرة الفيدرالية التي طرحت يعني من وقت قصير، يعني ربما أول طرح رسمي لفكرة الفيدرالية بدأ في عام 1992 في مؤتمر صلاح الدين هنا، ثم قننت سواء عبر قانون إدارة الدولة أو عبر الدستور العراقي، ولكن لا أعتقد أنه تم إيمان حقيقي لدى الطبقة السياسية العراقية بفكرة الفيدرالية. الفكرة كانت مفروضة وفقاً لمعادلات المعارضة العراقية لاحقاً ولا في البداية ولاحقاً بسبب يعني قوة
قدرة الفاعل الكردي في بداية التغيير يعني في مرحلة ما بعد 2003 يعني قدرة الفاعل الكردي كانت أكبر من قدرته الحالية وسنتحدث عن هذه التحولات. الأمر الثاني أنا أعتقد أيضا أنه الدستور نفسه فشل في إيجاد رؤية لحل المشكلات أو الإشكاليات بين المركز والإقليم يعني وهنا أيضا سأختلف مع الصديق الدكتور محمد أحسان. لا أنا أعتقد المشكلة يعني دستورية بامتياز يعني المشاكل الرئيسية المرتبط يعني في طبيعة العلاقة أو التي تحدد طبيعة العلاقة بين أربيل وبغداد هي إشكاليات دستورية يعني عندما نأتي إلى مسألة المناطق المتنازع عليها لا لدينا إشكال في طبيعة التأويل للنص الدستوري. أولا نحن نعرف دستور 2005 لم يتحدث عن هذه الأمر وإنما هو يعني أكد على المادة 158 المادة 58 في قانون إدارة الدولة. لو عدنا إلى هذه المادة سنجد الكثير من الإشكاليات. هل نتحدث عن المناطق المتنازع عليها بأصلها المناطق التي حدث فيها تغيير ديموغرافي أم المناطق التي حدث فيها تغيير جغرافي ومن يحدد هذه المسألة؟ يعني بالإمكان الاستناد إلى هذه المادة في إيجاد مشكلات كبيرة تعجز الجميع عن الحل. الأمر الثاني فيما يتعلق بالنفط والغاز أنا أعتقد الإشكال إشكال دستوري ولن نستطيع في ظل المادة 111 و112 أن نحل هذا الإشكال بأي حال من الأحوال. بمعنى ما هو تعريف الحقول الحالية؟ لدينا تأويلين، الحكومة المركزية لديها تأويل وحكومة الإقليم لديها تأويل، ولن نستطيع من خلال صراع التأويلات أن نجد حلاً يتفق عليه الطرفان لأنه المحدد في طبيعة العلاقة هي علاقات القوة وليس النص الدستوري وهذه هي الإشكالية الأساسية. من يحدد طبيعة العلاقة بين المركز والإقليم هو علاقات القوة وليس النص الدستوري. الأمر الأخطر أنه ليست هناك جهة حكم يمكن أن نلجأ إليها. الدكتور محمد أحسان تحدث بشكل صريح عن أنه كان الفاعل الخارجي سواء كان الأمريكي أو الإيراني هو دائما الواسطة أو الأداة التي تقرب بين وجهات النظر، ولكن هذه يعني هذا التقريب كان تقريبا تكتيكيا يعني لم يستطع هذين الفاعلين الخارجيين أن يوجدا حلولا حقيقية وإنما كان يجدان حلولا تكتيكية لعبور مرحلة الأزمة لنعود لإنتاج الأزمة في مرة لاحقة. لهذا أنا أعتقد نحن أمام إشكالية مركبة لابد من إيجاد طريقة لحلها. الاعتماد على الأشخاص لا أعتقد أنه حل ناجح. نعم الأستاذ عادل عبد المهدي على سبيل المثال يتمتع بعلاقات طيبة مع الإقليم ولكن الأستاذ عادل عبد المهدي لن يستطيع أن يمرر أي حل يمكن أن يتوصل إليه مع الإقليم في ظل طبيعة تشكيل البرلمان الحالي وبالتالي سنكون مرة أخرى أمام مأزق كبير. لهذا أنا أعتقد مع عدم وجود جهة حكم داخلية يمكن الاستناد إليها سنبقى في إطار الأزمة وسنبقى في إطار ما أسميه دائما بتدوير الأزمات. بمعنى لا نستطيع أن نوجد حلا لهذه الأزمة الجوهرية فنوجد حلا تكتيكيا. هذا الحل التكتيكي بعد أشهر تنتهي صلاحيته فنعود مرة أخرى إلى الأزمة ثانية. لماذا ليس لدينا جهة حكم في كل الصراع ما بين الإقليم والمركز؟ لم يحاول أحد أن يلجأ إلى المحكمة الاتحادية. لماذا؟ لأن كلا الطرفين يعرفان أن هذه المحكمة محكمة مسيسة وأنها تصدر قراراتها بناء على علاقات القوة. أعطيكم مثال لا أعرف ربما الكثيرين لا يعرفون بهذين النصين اللذين أصدرتهما المحكمة الاتحادية في نهاية عام 2017 وبداية عام 2018 فقط حتى يعني أدلل على عدم وجود جهة حكم يمكن اللجوء إليها. في بعد أزمة الاستفتاء في بتاريخ 20 تشرين الأول نوفمبر 2017 أصدرت المحكمة الاتحادية تفسيراً للمناطق المتنازع عليها. ما الذي قاله هذا التفسير؟ وتجد المحكمة الاتحادية العليا بأن الأراضي المتنازع عليها هي تلك الأراضي
التي كانت تدار من حكومة إقليم كردستان بتاريخ 19 آذار 2003 وأن المعيار أي يعني أنا فقط حتى أقرأ النص كاملة حتى يكون حتى لأن كثير من الأخ أي وأن المعيار في كون المنطقة متنازع عليها من عدمه هو الوارد في المادة 35 أليف من قانون إدارة الدولة. لاحظوا العبارة ماذا تقول؟ الأراضي التي كانت تدار من حكومة إقليم كردستان بعد 110 يوم تصدر المحكمة الاتحادية نفسها قرارا ثانيا تقول فيه وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن المناطق المتنازع عليها من وجهة نظرها هي التي لم تكن تدار من قبل حكومة الإقليم كردستان في 19/3/2003. يعني لاحظوا هذا التناقض الصارخ في قرار المحكمة الاتحادية البات والملزم للسلطات كافة. في واحدة بعد أزمة الاستفتاء بعد تغير علاقات القوة تصدر قرار تقول فيه أنه ليس هناك أصلا شيء اسمه مناطق متنازع عليها وأن المناطق المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة حكومة الإقليم قبل آذار 2003 لتعود بعد 110 بعد محاولة بغداد إعادة صياغة العلاقة مع الإقليم بإصدار نص يخالف مطلق النص السابق. عندما تكون لديك مشكلة دستورية ولا تكون هناك جهة حكم المعول عليه هنا هو علاقات القوة. لهذا ما دامت علاقات القوة هي الحكم في طبيعة العلاقة بين المركز والإقليم لا نستطيع إيجاد حل. هذا الحل سيبقى متذبذبا طبعا لعلاقات القوة وهذا يعني أنه لن يستطيع أي طرف أن يفرض حلاً على الأرض. يعني حتى إذا استطاع في لحظة ما أن يوجد حلاً فهذا حل مؤقت، حل تكتيكي. هذه العلاقة أنا أعتقد تحتاج إلى إعادة نظر جوهرية، يعني لا نأخذ فقط يعني لا نعبر هذه الأزمات الحقيقية بناءً على طبيعة العلاقة مع الحكومة أو في طبيعة العلاقة مع الشخصيات. أنا أعتقد نحن نحتاج إلى إعادة صياغة العلاقة ما بين الإقليم والمركز. هنا أتحدث عن إقليم كردستان وهذا يتطلب تفسيرا سياسيا هذه المرة وليس قانونيا للنصوص الدستورية. لهذا أنا اقترحت من فترة يعني ربما بعد سيطرة داعش على الموصل أنه يجب أن نذهب إلى ما أسميته بالوثيقة الموازية. والوثيقة الموازية التي طرحتها في حينها هي تقول أنها يعني إعادة اتفاق سياسي على تفسير النصوص الدستورية ذات الطبيعة الإشكالية وعلى معالجة الثغرات الدستورية لكي نحتكم مرة أخرى إلى وثيقة موازية لها علوية الدستور، يعني حتى ربما من خلال التصويت داخل مجلس النواب. من دون هذا الحل ستبقى يعني سيبقى التأويل هو الحاكم، والتأويل هنا لن ينتج شيئا لأن التأويل هنا مرتبط بوجهة نظر كل طرف على حدة. يعني لنأخذ كركوك على سبيل المثال، يعني في ظل التأويلين المركزي والتأويل في إقليم كردستان لا وجود لحل لعقود قادمة لمشكلة كركوك، لا وجود لحل قضية البيشمركة. يعني عندما يأتي النص الدستوري ويتحدث عن حرس إقليم بدون أن يوصف حرس الإقليم هذا ما هو طبيعته ما هو، ونأتي لنحتكم إلى وجهات النظر أو التأويل، هنا لن نستطيع أن نجد حلا. لهذا أنا أعتقد الأمر يتعلق بإشكال دستوري بالدرجة الأولى، ثم لاحقا تطور هذا الإشكال الدستوري إلى محاولة بغداد احتكار القرار. وعندما أتحدث هنا عن بغداد أتحدث تحديدا عن الفاعل السياسي الشيعي لأن طبيعة العلاقة في بغداد ليست بالشكل الوردي الذي يحاول البعض توصيفه.
لدينا احتكار للقرار السياسي في بغداد من قبل الفاعل السياسي الشيعي، وهذا الاحتكار يفرض شروطه على طبيعة العلاقة مع الإقليم. بمعنى عندما يكون الفاعل السياسي الشيعي بحاجة إلى الصوت الكردي في صراع مع الفاعل السياسي السني، هنا يحاول أن يطمئن أربيل، يحاول أن يجد نوع من العلاقة الجيدة مع أربيل. يعني لا، ليس لدي وقت لأعود لأشرح طبيعة التحولات التي حصلت في ما سمي بالقوات المشتركة التي شكلت من قبل البيشمركة والجيش العراقي والأمريكيين، وكيف انسحبت القوات العراقية ولماذا انسحبت القوات العراقية من هذه المناطق. بالنهاية الفاعل السياسي الشيعي هو الذي أصدر هذا القرار بسبب طبيعة الأزمة في بغداد. وكنت دائما أصور العلاقة ما بين المكونات الرئيسية الثلاثة في يعني الشيعة الكرد السنة في العراق بأنها يعني مثلث قائم الزاوية. في أسفل هذا المثلث هناك السنة والشيعة، أو الفاعل السياسي السني والفاعل السياسي الشيعي بشكل أدق. يعني هنا لا أتحدث عن المكونات، أتحدث عن الفاعل السياسي، وأتحدث عن أيديولوجيا الفاعل السياسي، وأتحدث عن السلوك السياسي للفاعل السياسي وليس عن المكونات. يعني هذا التمييز ضروري. عندما يكون الفاعل السياسي الشيعي والفاعل السياسي في أسفل هذا المثلث والفاعل السياسي الكردي في أعلى المثلث، وحركة الفاعل السياسي الكردي هي التي تحدد طبيعة الصراع في بغداد. هذه المعادلة كانت قائمة منذ عام 2003، وبني الدستور على أساس هذه المعادلة. بمعنى من يقرأ الدستور بشكل جيد سيكتشف أنه الفاعل السياسي الشيعي أراد أن يعطي للفاعل السياسي الكردي كل ما يريد في الدستور من جهة، ويعطل ما أعطاه من جهة ثانية. وأعتقد أيضا أنه كان هناك خطأ استراتيجي لدى الفاعل السياسي الكردي عندما اعتقد أنه يمكن بناء على هذه يعني هذا الصراع الموجود في بغداد أن يحصل على حقوقه بشكل كامل. أنا أعتقد هذا خطأ استراتيجي كردي أيضا، ويجب أن نشير إلى لم يكن أي من الفاعلين السياسيين الثلاثة، لا الشيعة ولا السنة ولا الكرد، بصدد بناء دولة في عام 2003، وإنما كانوا بصدد بناء سلطتهم الخاصة كفاعلين سياسيين على حساب الدولة، وهذا الذي أنتج المأزق الذي نحن فيه الآن. زور سپاس دكتور. باس دادگای فدرالی که رولی دادگای فدرالی باشه، اگر محلی دادگای فدرالی به رولی نبود، بس تکرر سوال باش. لا احتاج الى ترجمه. دادگای فدرالی گوتت که رولی نبینی و کو حکمی که داخلی بول یک ذکر نوی هولیر و بغداد په تو کی د توانه او رول ببینه دوای دادگای فدرالی. یعنی انا اعتقد كما قال الدكتور محمد احسان، لا امكانيه لوجود حلول محلية، حلول داخلية. أنا أشك كثيرا بأنه بإمكاننا أن ننتج حل داخلي. يعني علاقات القوة أو الاختلال الكبير في علاقات القوة في العراق لن تتيح إنتاج حل داخلي، وبالتالي نحن نحتاج إلى فاعل دولي. من دون هذا الفاعل الدولي لا أعتقد، بل أجزم أننا لن نستطيع أن نجد حلول حقيقية. نعم سنبقى في إطار الحلول التكتيكية، هذا ممكن، ولكن لن نستطيع إنتاج حلا داخليا حقيقيا قادرا على استعادة الدولة. من دون فاعل خارجي لن نستطيع الوصول إلى هكذا حل. زور سباس كاكسر دار فرمو سباس. طبعا بما أنه لا يجوز الترحيب بأصحاب الدار طالما أنهم ليسوا ضيوفا وهم أصحاب الدار، لا يسعني إلا أن أعبر عن بالغ سروري بالحضور مع هذه النخبة الكريمة وهذه العقول المهمة في كردستان والعراق، لغرض إقامة حوار صريح وودي، صريح وودي. ليس بالضرورة الحوار يكون صريحا وعدائيا أو وديا على أساس على حساب الصراحة. ومضطر بما أنه النقل إلى الجمهور الكردي سأتحدث باللغة الكردية، وهي اللغة الرسمية بجانب اللغة العربية. من بوم متهمم كزور قشبينم بشويكي قشتي
پشتریش وتم مانگی رابر دوزور وتم ام الا بردم دو درفتین ام درفتا گر لدست دین عراق لدست دین استا کمن زور بروان بر رشبینی و گشبینی لسیاست نیا لجانش از بروان پینیا بلا مست زور رشبینم پیچوانی او هوریانه من زور رشبینم چوار سالی دهاتو بوادرکانی و سرطاکانی او اکا او دقیق عنوانه کتان هم بجاردوه پیوندی ایما لعراق لبینی کردستان و مركز چونکه ایما حکومت اتحادی من نیه ایما شتک من نیه ناوی حکومت اتحادی به دقیق توصیفی دکتر یحیی حکومت مرکزی من هیه حکومت اتحادی من نیه بمعنی حکومت اکا فدرالا و قراراتی لکو حکومت اکا فدرالی معملاکا حکومت اکا مرکزی فاعل اکا مسایتر بسریا و معملا لگل دو خکاکا و اوانی تر لهامشن با پی سیاق جاجا معملا لگل پکاتکان و فاعل جاجا اکا هالبجارني برلماني عراق بيشان يدا ك هولاتي عراقي سقيبة بروسي سياسينية بويا مقاطعاك ونتائج تعبير لإرادي خلقناك واضحة نتيجة ك إرادي دولي وضعك ديوتي برينه جناب بواقع تعبير لإرادي خلق عراق ناك وأمني شان يدا ك عراقي سقيبة بروسي سياسي وبفاعلي سياسي نون السياسي كان نماو وبوي وتم مدرفتي اخيره اي ما قال بتواني سقيبه داز بينينا وبوي بتواني شتي تردروس كينوا عراق لبردم دور ريانا انتخاباتي دوم كان انتخاباتي كردستان دي سانوا بايكوتي غورا او رجانيك اعلان كرا وكهشت الرجاي حقيقيني دي سانوا بشاني داك هولاتي كردستاني سقي نبا بروس سياسي كردستان نبا نونر سياسي كاني ماو وما كشيك غوريه ايما لنا ام سياقه ك هل بجاردنی جګری سره کې پرلمان عراق جګری دوه مهال بجاردنی سره کوماری عراقش به طریقه خرابې کړ دوه لاکردیان پارتي اراده سپان بسر یکتی لحالت یکمو یکتیش اراده سپان بسر پارتي لحالت دوم جوی کی دروست کړ دوه است فاعل سیاسي کوردی معنی خاوني ته گشنه چې هو بش به بو استله بغا اگر نیتش یان بش به بیان یبلن کاکه وره تو چی د من له خلال یک هفته همود بو جبه جکم تو ناتوانی رکوی له سره وی چی ده وأما بداخله تقريبا شو اللي شوار صالي رابر دوا دستي بيكر دوا شوار صالي رابر دوا تقريبا جويك دروز بوا ك إما ال خطاب من لقلب غاية جويك ما دروز كر دوا ك مقابل يك دعوة كاري محدد معنية بدر جاي ميجو سياسي ما دي سنة ودي ما ك أكيد فاكتري اقتصادي وفاكتري إداري فاكتري يارمتي در عوامل مساعدة بوجيشتن بشار السر بلام اصلي كشكل عراق كشيك سياسيه بدر جاي صدي رابردوك عراقي تازه وكو دولته كي نو نامزراوه كشيك هي ناوي كشيك كرد كشيك هي بدر جاي ميجو ام فتره بيوتر كشيك كرد وام كشيك تا چار اثر نكري و هولي زور دراوه بو وي ام كشيك بهيس چار اثر بكري شكستينا اخر محاولات كاني جرائمي انفال وشوف كرني كردستان واباده جماعي بو نتيجه اما كردستان بو بني چن نمچ دولتك نك كشك بات جهاز چار اثر نكران تواني كرد لناو بري اما دوخيكا اگر سيري 50 سالي اخيري تاريخ العراق كين صدام حماقته شي گوري كرد لا اتفاقي جزائره اتفاقي جزائري كا امضا كرد بشكل ارض العراق واوي دا به ايران يك بو چار اثر كردي كشي كين اخوي كو تاي به شورش كردستان هنا ام شورشا صدام دواتر بو كان صالك صالي هشتا اتفاقية الجزائرية وشان ده ونصي وثيقة كي در عنده شغلة كي جوريان بوله ده وعراق شو ناو تنيلي كي ترسناك واستجلي در نشوف نتيجة حرب عراق إيران حرب عراق إيران نتيجة هالوشانو اتفاقية الجزائرة هل أم حرب خوي برديني ناو داجير كرني كويت هو داجير كرني كويت برديني ناو داجير كرني أمريكا وابو عراق هم أم كارساتاني بس أم دولتها هات ولا نيو صدي أخيرة سبب كي كارساتنا كرني عادلانة كي شيء كرده أم مسألة دبي إطار كتير بوبدوزينه، إيه ما هلا مفاوضاتك إن هل تكتيكي مفاوضاتك إن أم قضية وهمش أبتة نص لاتفاقيك ورقي كردية أي بين لقليانا لنصوص داينن لبرنامج حكومي وثيقي سياسي جيكريتو هيك شيء جاب زينك، إيه مش بيجوا وقت زانين جاب زينك، رأوا نيش زانين جاب زينك، هندي كي بو ويا بلين جمهورك خمان راضي كن جماعة ورك خمان خلاص يعني أصلي كيرشك لك وعيه. عراق لدور ريانا ام جارا يان دروس تكين ورسر بنماي
دولتي كعادلة أنا إما لحالتي نا دولتي لا دولة عراق لا دولة بيشتر لسردمي صدام دولتي كمركزي شمولي بو أما هالوشايا استحالتي لا دولة إما أما وكو دولتي كعادلة أنا دائما زريته وهركزك من شعور بحقوق بكرامتي خمانة كنتيها وأما همو من كاربو پرستني ويك ريزي ويك پارشي يكين يعني بدولت هالوشايته زمان چاوري إما ناكا مشكلة كان هر تفاقم بكنو تراكم بكنو بمنو بمنو ولا چاوري يكا بزانا كي خواه هدايات مانا دا يما حالي كي قنجاو شيعة سنة كورد بيك هاتا كان يتر كي حالي قنجاو دوزينو لنتيجة واقع سياقي مرجوي خوي حالي خوي سبيني وعراق دا بشبه يوادارم ببي نموذج وموديلي بلقاني دا بشنبه كو كارساتو درياي خويني زوري لبكويتو بو اوي لما تيبرين أصلي كشكا أبيت يبقي أصلي كشكل لوايا كعراق وق دامزرا لسربنا ماي هلا دامزراوا دولتي تازي عراق أمريكا بريطانيا كان كاتونة عراق سباندويا أنا بسرها إرادة عراق كان كأم دولتها بمشي ويا دامزرين بويا شورشي سالي زارنو صو بستي لكوتوا تمردي كردي لكوتوا وأم تمرد الشورشك بابا بردوامي هاتوا لحركة برزانية كانوا ولا مملكة الشيخ محمود هو تا حزبي هو تا بنجا كان تا شاستا كان تا شورشي تقداري أيلول وتدرج كيشاني شورش كان يترو تا أمره أم كيشيا أم عراقية دبي لسرب نماي تازي درست حقوقي بك هاتا كاني مسوغركا وكرامتي أنا مسوغركا ومتمانيا بوبجرتوا يان هلا وشيتوا إما للدواي نمشي صديق لقال صرخاني صدامة أو دولة دا الروخي أو موديلة لدولة بريطانية العراق كده مثلاً دو دا الروخي أو دو موديلة تعزية أمريكا كان هنا أنا أبو عراق إما لدورة سبارت بأمريكا كان حماقتي أمريكاي ما نبيست بلامنا ما نزاني أمريكا كان واندا أحمقاً بو درجة كدوخي شوان العراق دروس كردوا كيشكان يعني سباردوا همو تدخلاتي أمريكي باب بمطلق إقصاكم كالرجان ما مطلق إقصام لكدو همو تدخلاتي أمريكي رولي خرابيها بو همو تدخلات امریکی نیتوانی و نکشکان چاره سر بکه کشکانی خرابتر کردو تأجیل حلی کردو به بردوامی لملاوا هینه شیله دا و مسکنه شیله دا و ایوا 2000 دا ایوا قبولی کنم انتخابات اوباما خویات سرخت من کشوری مناطقی نزاعتان بو حلکم بیانی کوبکوش کی سپیدر شو دو ایوا چی کردو دروی کی گوربو هی چیتر نتیجه رولی من تعویلم لسر عاملی خارجی شنیه عملي خارجي بإيراني وبتركي وبأمريكي كفاعل إنجليزي شهات وتناوي طبعاً كب عليهم عملي خارجي جاكم ولا عملي دولي إما وسيطة شي دولي ما نبيوستا بوي يارمتي ما نبدأ بوحل أم وسيطة دولية أم دوخة حضور أمريكية إيرانية تركيا خليجية نية شو كأمانة لسر أساسي مصلحتي إخوان ولسر حسابي مصلحتي أما هاتو لسر بنماي مصلحتي خوي مع ملاك وصراعي خوي لقال نيارك يتري دوج منك يتر لمنطقة كشارة سرقة إما لبردم دوخيكين لدو هزارو سي أم دولة روخة لبردم دوخيكي مسؤولان بوين دولتي كتازة دروسكي كردستان فيدرالي سباندو بسر مناطقي باقي تكاتا كان عراق أجناء إما ليروانا شوين بو بغا مفاوضات كين أو رازي بفيدرالي بدابتو أم فيدراليتا تنها لسر ورقة أجناء عراق لواقع دولتي فيدرالي نية هركس يقدواي فيدرالي كرد بيبا مفاوضات لصلاح الدين لبصرة لموصل لأنبار كدواي فيدرالي كراوة سركوت كراوة بوية من بيموايا عراق دي سانو أليم لدواي 2003 صراعك قومي إرادي قومي هبو ويستويتي هركسك ببيتي قيشتني خويم عراق دروس كاتو لسر بنماي هز أويك الدكتوري حيا باسك صراعك طائفي هبو ويستويتي لسر بنماي أما دولة الرسم كاتو صراعك سياسي هبو ديمقراطو بلين ليبرالو إسلامي هريكك بستويتي تيجيشتني خوي شكل بدابام دولته نتيجة كاس من سركوتونا بوين فوزايك من دروس كردوا أم فوزاي استا عراق لخراب ترين دوخي خويتي خولي شكينا تشاوي خلط تجاوز المحاصصة وهلب جارني رئيسي برلمان بمطريقة تجاوزي محاصصية ورئيس جمهور نازان بمطريقة تجاوزي محاصصية وهناني دكتور عادل تجاوزي محاصصية أما خو خلطان دنو خلق خلطان دنا دوخي سياسي ومجوي عراق واقعيكو ملايتي وقوميو عرقي وآيني ومذهبي عراق شتيكي ترمان بيالي دبي آزابين لتشخيص كرني كشكان وآزاج بين بو أوي أو مشكلاني بميرات بو مان ماوتو بميرات نيهلين بو خلقي تر من دواقسة أم 4 سالي دهاتو لخواه باريمو هلبم
ام چوار سالی دهاتو خرابترین چوار سال مانه به و عراق لبردم دوریانه یان لناوچه یان دوباره توانین لسر بنما عادلانه رسمی کینه زور سپاس که اکثر در دکتر محمدی مولاد با سرنجی اما دبانی جوار بگرم چون که کاتی که زور کم ماو هموی پیانچ خلق ماو هر برزک فرمو که کار هر لیوه لجی خود مایک بز با کرتی که یکم او مایک افزن تا عراق اگر اما وجدانانا سيري كين لا بستويك وتا استا دولت نبوة بك هاتيكي خو سبينر بوة للايدة صلاتيكي خو سبينر نيتواني وقلاني عراق ببيني نالكي شكاني تبقى نجار سري ببدوزي توا دو اوي دكتور عمر باسي كرد زور جوانو اتكيتيكي تيايا بلا ملولاتيكي ديمقراطي مستقر دا او الرازة بيت من تأييدي بوچونا كاين دكتور يحيى اكم زور بوجدانانا وباسي مسألة كاني كرت عراق استا لا تونيلي تاريك دايا وكو كاكسر دار بازدكا زحمت شالي در چد تنانت بواد بيت او اقليتا حكم راني امرو عراق بقوريت تا او اقليتا نقوري اما ناتوانين باسي چارة سر كرين گرفتا كام بكين كيشما نلا عبوري دايا ونلا سياسات دا ولا درهاوش تاي بير كرنوي عقليتي حكم ران داوا او عقليتا قران كاري جدي بسر دانا عراق براو دولتك الا فاشل فاشل تردبيت زور سباس دكتور واسق دكتور واسق تفضل شكرا جزيلا خلي اوصف المشهد السياسي واتفق مع استاذ سردار المشهد السياسي العراقي الحالي مشهد سيء مشهد فساد مشهد بيع مناصب مشهد تزوير ومقاطعة الانتخابات ومشهد لاعب خارجي يتحكم بأدواته وبالتالي الطبقة السياسية العراقية الكردية والسنية والشيعية ما تنتبه أنها خسرت الشارع وخسرت الشعب وبالتالي أي انتخابات قادمة ستكون بدون جمهور في ظل تصعيد سياسيين الشيعة والسنة والكرد أحدهم يحرض على الآخر هذا ميليشيا وهذا صفوي وهذا داعشي وهذا شوفيني وبالتالي يعودون مرة أخرى أحدهم يقبل الآخر والشارع يسأل أنتم اللي حرضتوا الناس أنتم اللي خليتوا الدماء تسيل والآن في سبيل المناصب أحدكم يتفق مع الآخر أكو فرصة لبناء علاقة جيدة بين بغداد والإقليم لكن على أن يحترم أحدهم حق الآخر وبالتالي أنا أعتقد العراق كبير فيه خيرات تستوعب الجميع إذا استطاعت الطبقة السياسية العراقية أن تتعاطى مع هذا الأمر شكرا زور باشا كاك عزيز اليوم مايك كبير كاك عزيز ويسي مايك كبدا زور سباس راستي أف بانيلا زور جرنجة أفرو روجاكا جرنجي شاي أفرو كبيستي أفي صالك در باز دبيتين لسر داستانا برده كو معامره كي مازن ره لهاتا جرتن كو أقليم كردستان بجارة كي جوهل رابطن سر خوب و وان شهیدات جمعینم و دست دا که تو شهید ها ماجید کن و یکی چاوه ها قهرمان ها ماجید کن موی کتوی داستان دا جه خو گرتی افرا هم همیل ویرین از راستی هاد نگوتن راستی جی گل اکی گرنگن یکی شوانا هیویدارم پارتیا دیمقراطا کردستان گوهل ووی رخنه بگیریتن اوید کو هاتی گرن و پیوسته او کسی که فرکت بغدا لویره بزانیتن چپ کتن و اتویره بجاییتن و بزانی چوال ویره کار بکتن برای من رخنه که جه خدای او پیوست بو برادران هر یکی برانجا که باز کرد هموشی جه تقدیر نو و بوچونو دیتن جلا که گرنگا ابرو اگر تو بر خوب ده یعنی وکی رادر ما گوتی مصدر قوات زیدتر حاک حاکمه یعنی او کی بهزه کی به قوات او ده صلاته و محاوله دکات شرعیات لایوی دا بیتن جبوه اما کو کرد لحره ما کردستان پیش استا نو مشکله کردستان ها بون گلک تناقض لأساس که زور زور برلن بون بله تو بر خوب ده لبغدا حولا کرید
هندكي كودو بجرن يعني اكر بشكل كي تمثيل جيبيتن نا حقيقي جيبيتن لي يشاين بيامكي بجهينن كوام ايكين فيرا وهمي تجاوز الوان همي تناقضات اكيري ابي كل كردستان هبون جبويجي بيجي هريما كردستان بلنتر بو جي بيجي كو افرو كايا برادر بحث كند بي 4 سال داتي جلكي دي بزور در باز بون اجد بيجم راستا چونكي امرا تكبرنا هريما كردستان بردواما دستن دراكي بهز تدهين چونكي ناخازن العراق دا كرد بجهنا مافن خوين راستين چل جل عراقي يانش سر بخوب بن العراقي چونكي او حاضرنين او تشتكو مال فيري هيا بدن اوان كردي كل دفخو هين مادم ناداني باعتبار ام كش ام تهديد لسر امنيته ويا قومي وقت ابها بيتن او دعما هم او كنت تسر سلطه دكتو زختي جدي لكتنكو هرم كردستان ضعيف بيت هم جدي دست خودي كش تنف مدى وخلتك دف مجي هاي براستي خود خابينيتن چونكي اوانا تدگان اگر هاتو هرم كردستان مثلا شو حزبك يان هزك برخوراكت هزادي دي سر كبيتن لأف سر كرتن نممكنا ايكيش برهمه بخوتن بس اول تن فرصتا که دخوازن ایکی بران بر یدیب کار بینن چوال تاریخ حتا وگاوه اگر تو بری خوب دهی دبینی مثلا زانن نه عثمانی و نه صفاوی او حزبونه کشان کردان آف ببین بله عشیرتت کردا منطقه کردا ایک دوشی ایکیب کارتینان و شان پیل کنترول کردستانه بکن او رو همان تشت دوبارت بن تاریخ خود دوبارت که تبه جبوه گله گرنگه ام یکم تشت ام الویره ای گرتنا خوچه کن یادی تر خطابه که درست محبیتن خلطه که در عراق ده های دجی وی سیاست او کو مجموعه چطه مجموعه کسین کو بخوب و مصالحت خوب کارده کن چونکه ازباطیشه تو بر خوب ده شارع رغمی به دعایت و پروپاگندا دجوار سر هرم کردستانه اوانا ایشان محاوله بکن و تجاوز بکن و خلی نچو ادنگ دانه نتیجه که او وان گوتی ما هرم مشناف برو ما کرکیش زبرانده با معناوه ندگل و سیاست او که او گروپین چطه او خلکی که تالانچی لعراق دا دبن و دزی نفته دست خوش بکر شوان فرمو بس با کورتیت که یکات زور کم باو زور سپاس دستان خوش بیم دیارا او برزانه هر یک لە گۆشە نیگایەکەوە رؤیای خۆیان وت بۆ باسەکە لە دوای 2030 عراق عراقی تازه هەیە ئەم عراقا دەستوورێکی بۆ دانراوە ئەو دەستوورە هەرچی ڕێیەکی لەسەر بێت بەڵام ئەو دەستوورە کێشەکە لەوەیە لە عراقا کاری پێنەکراوە کار بە ئیرادەی سیاسی کارەکات نەک ئەو بەرگە و بابەتانەی لە دەستوورە هاتووە و کێشەی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداش لە دوای 2030 من پێم وایە قوڵتر بۆتەوە لە جاران پێشتر کێشەکە لە نێوان شۆڕشی کورد و حکومەتی مەرکەزیە بووە ئێستا کێشەکە دابەزیێتە خوارەوە نەتیجەی ئەو ململانی سیاسیەی کە لە دوای 2030 دروست بووە لە عێراقا مقاطعەیەکی گەورە لە نێوان شارعی کوردی و شارعی عێراقیە دروست بووە ئەم مقاطعەیە هەردوو لاش بەرپرسنتیایە چی لایەنی کوردی چی لایەنی عێراقی و یەکێک لە خاڵە گرنگەکانەوەیە لەو مقاطعەیە بووینەتە دوو دەوڵەتی جیاواز لە ناو دەوڵەتێکە هەر کە بۆ خۆی کاری کردووە هیچ ڕوئیایەک نیە و هیچ خطابێکمان نەبووە نە شارعی عێراقی خطابی هەبووە بۆ شارعی کوردی نە قیادەی کوردی خطابی هەبووە بۆ شارعی عێراقی علاقەکە تەنها حەسر بووە لە نێوان نوخبەی سیاسی کوردی و نوخبەی سیاسی عێراقیە زۆر سوپاس زۆر سوپاس دکتۆر ڤیان فەرموو بە شنانی ژلێمان تووڕەنە بس بكورتيت كاش باشرو فانا ببرسيال بلا بيوانا برزك شكرا جزيلا دكتور يحيى الكبيسي اتفق معك ان التأويل في الدستور هو مشكلة اساسية ولكن اعتقد في العراق المشكلة التي رأيناها نحن البرلمانيين الجدد هو في الارادة في التطبيق يعني العقلية والمنهجية الضد الدستور نفسه
الوثيقة الموازية تكلمت أنت عنها حضرتك، الوثيقة الموازية منو راح يكتبها إذا كانوا سيكتبوها نفس يعني في نفس العقلية هذه التي كتبت بها الدستور وفي تطبيقها؟ أعتقد لن تكون هناك فائدة من وثيقة، لأنه عندنا وثيقة سامية هي الدستور والتي إلى الآن لم تطبق. أما عن الفاعل الخارجي، الفاعل الخارجي والذي رأيناه يعني أنا من خلال قبل كم يوم كنت في جنيف، الفاعل الخارجي فعلا مهم، ولكن الفاعل الخارجي كما نراه إذا كانت الدول الإقليمية فهي لا تريد للعراق خير، إذا كانت أمريكا فهي مصالحها المشتركة هي فقط المهمة، وحقيقة البقية الدول هي كلها من تؤمن فقط بسيادة الدولة. يعني حتى كانت هناك نقطة مثلا في اتحاد البرلمانيين العالمي إنه إذا كان هناك برلمان موجود بقانون دولي يستطيع المشاركة في اتحاد البرلمانيين، ولكن الذي رأيته إنه فقط العراق شارك ولكن البرلمان الكردستاني لم يشارك. وهاي النقطة بالنسبة كاكسردار، طبعا زور سوباس فعلا يعني أو يتأخف تدرسبون، بس مسألة جيجر برلمان ومسألة سلوكا كومار براستي زور مختلف بين إداء ما وكي بارتي ديمقراطي كردستان مشروجا إيكي وبرادريت ما موجودين ست هدار ليرة كاك محمد فارس ليرة ما بسيارة إيكاتي دشتيماني كردستان ما كر ما قوتان براهن قو مرشح حيا قوتن ما هيج مرشح نينة كردك يشهبوا على أساس خو مرشح كربي أوان قوتن العفو بس بو أوي يعني فقط إداء بلي بلي آخر برا آخر كاكسر داري بحسكر ما وكي بارتي ديمقراطي كردستان ما بشي وكي زور منفتح ما قال لين ديكا ما أخفت وما دفيا اتفاقك السياسي ما هبيت لأفتش تدهاتا كرن ونش نش بناسيت بارتي ديمقراطي كردستان بلا بناسيت وكي بيجن لين كي معين ومن حسنها كم نافيش بينا سباس زورج سباس ببورا من ادرسي نونشاني او بانيلا او بوكا دواي هردو هالبجاردن سبكري باشا بوي بيوندي نيوان كردستان وعراق ريك بخريتو بلام امن اون ديكا بيستم ليرانا باور دي انتخاباتي ودو هالبجاردن تكشف كريت ساك نابيتو چونك بداخوا باس لشت اساسي كان نكرا دكتور محمد احسان ودكتور برز دكتور عامر زور لبروي بياوي دولت بوينو زور بمزامله زور بوكو سياستي براغماتيش انا قسان لغي كريس باسي دكتور يحيى كم لدور بوشيدا وكاكسردا زور بروني باسي كسوكا غرفتي عراق غرفتي بنيه دولته عراق نك دولتني عراق دولته شي هزينه كات خوي بمقوله شي پاشا فیصل یکم و بریتاندین مو پیشوی بمرید نوسیتی گوتی که او سرکوتو نبو شکستی هینا دا درست کردنی امه یک بناوی امه عراقی که بریتانیا کان دانویز درست کن بایا حقا لو پانیل آین دو که دوای او پانیل ده براسی ترکیز دست او بکری که چی بکری باشن مشکلی پانیلی دو مال سر او مشکلی که او نیه مشکلی حکومت نیه مشکلی بنیه دولتا هیوادارم برونی باسی او مسئله بکری زو سپاس برزانك كانت سنجيك تفضل. شكرا جزيلا. بالحقيقة يعني أنا بس أرد أعقب على كلام الدكتور. إحنا عندنا كل باحث يطرح مشكلة البحث والحلول. فإحنا شنو مشكلة البحث اللي هنا؟ سؤال الأخ. يقول شنو الحلول حتى نحل مشكلة الإقليم وبغداد؟ يعني إذا واحد يريد يختصر البحث مالته يقول لا توجد حلول، لا يمكن أن نحل الدستور، لا يمكن أن نحل مشكلة النفط، لا يمكن أن إذا ماكو داعي إلى التواجد والحضور، لأن إحنا من نقول هاي المشكلة معقدة وكبيرة، وأنا ذكرت بداية كلامي قلت إحنا نحتاج أكو تجارب دول أخرى عشرات السنوات يلا وصلوا، وعليه بما أن هي ليس مشكلة بل مشاكل متعددة، إذا لازم حلول متعددة. إذن لازم الحلول الإدارية جزء من الحال، الحلول الاقتصادية جزء من الحال، الحلول الاجتماعية بين القوميات جزء من الحال. إذن ما دام المشكلة كبيرة ومشاكل معقدة يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار جميع الحلول وإن كان على بعد نظر، وإلا إذا نريد نختصر الموضوع نقول لا توجد حلول وانتهى الموضوع. ذكرنا موضوع النفط والغاز. أنا برأيي الشخصي وخبرتي اللي عملت بقطاع النفطي أكثر من 25 سنة وعملت بالأوابك 8 سنوات وكنت مدير عام في النفط، إن المشكلة النفط وأنا ناقشت بها مع أساس أقراد هالمشاكل المتعددة اللي موجودة بين الأقليم
بها مشكلة اللي هي رأس الخيط، هي مشكلة النفط. إذا نقعد نريد نحل كل المشاكل جملة واحدة هذا يحتاج لنا سنين. إحنا ما عندنا كلام يقول ماكو حلول، لكن إذا نمسك مشكلة النفط رأس الخيط ونحل هذه المشكلة كثير من المشاكل راح تنتهي. فأنا برأيي الشخصي وأنطي توصية وأقترح توصية على هذا المؤتمر أن يشكل فريق عمل، هذا الفريق عمل أن يختار إلى شخصية مقبولة عدة طرفين، وأنا طرحت هذه الحل أن يكون برئاسة الدكتور إبراهيم بحر العلوم. هذا الشخصية هو نفطية وخبير نفط وكان وزير نفط، وشخصية سياسية مقبولة عند جميع الأطراف. أن يكون فريق عمل برئاسة الدكتور إبراهيم بحر العلوم لحصر حل المشكلة النفطية ما بين الأقليم وبغداد، أنا أقولكم صحيح هي ليس سهلة لكن ليس مستحيلة، صحيح صعبة لكن تنحل وأكو حلول، ونقدر إحنا نخدم هذا الفريق حتى نحل المشكلة النفطية، وراح نشوف راح تذوب عدة مشاكل والحلول تجي بشكل تدريجي. شكرا دكتور فرد. سباس من أبو تشوني كالي دوا درفتا من براستي همو جاري من موتيا دوا درفتا الله يمهر أوارا وهر أو بهارا لم ملاطع بلام بمستوائك فرق. تعقيبا على كلام الدكتور على هي جهة الحكم والمحكمة الاتحادية، لأن المحكمة الاتحادية هي بالأنظمة بالنظام الفيدرالي هاي الصراعات موجودة في كل الدول الفيدرالية، ماكو دولة فيدرالية ما فيها صراع على الموازنة على الحدود على الخطوط على كل شيء، ولكن جهة التحكيم هي جدا مهمة. جهة التحكيم في العراق ولدت معوقا على أساس طائفي على أساس عرقي على أساس قومي منذ من خلق. والنقطة الأخرى اللي موجودة بجهة التحكيم فقدت أهليتها أن يكونوا قضاة عادين. أنا على اطلاع جدا هذا القرار اللي طلعوه، أنا كنت من أول يوم وياه للأخير لحين ما غيره، من طلع القرار أصلا ما كان يعرف شنو الدستور. مع العلم في نفس الوقت أنت جنابك ذكرت بأن الأكراد ما ثاروا قضايا بالمحكمة الاتحادية، لا أنا اشتكيت على دولة رئيس الوزراء من كنت ممثل أقليم كردستان في بغداد شكوى قانونية على تجاوزه في صلاحيات بلجنة 140. المحكمة الاتحادية حولت القضية إلى محكمة إدارية وكأنه أنا ورئيس الوزراء متعاركين على باب مغيبني لو ما مغيبني. عدم الأهلية اللي كانت موجودة وقرارات اللي طلعت بالمحكمة الاتحادية كانت على هذا الأساس. النقطة اللي بس أود أذكر الأخوة اللي جايين من بغداد، أكبر كارثة ارتكبتها بغداد بحق أربيل، أكبر كارثة من وجهة نظري الشخصية، عندما تعاملت البغداد كل المتكون الكردي كخصما. هذا الخطب لم يرتكبها صدام حسين في قمة أزمته وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في بغداد، قطع الرواتب والخطاب الملوث الذي كنا نسمعها في بغداد كان كارثيا. قليلا كنا نسمع صوت القعقل من بغداد مع شديد الأسف، ولكن يجب علينا أن نبحث عن حلول لأن قدر الكل العيش معا. هذه الدولة جربنا كل شيء باقية، نبحث على حدود كي نتعايش. دخلك ما وخلك يا دكتور يحيى بوك أكثر داريش تفضل. شكرا دكتور. يعني الحقيقة تعقيبا على ما قال الأستاذ عامر حول قضية الحلول، أنا قلت أنه نحن في بإطار سياسة أسميها دائما بسياسة تدوير الأزمات، وهذه السياسة معتمدة في العراق منذ العام 2003. والمشكلة أنه تدوير الأزمات يراكم هذه الأزمة، يعني محاولة إيجاد حلول جزئية في قضايا جزئية لن تحل المشكلة. أنا أعتقد المشكلة الأساسية في العراق هي في بنية الدولة، في علاقات القوة التي رسمت في إطار الدولة، في إطار مشكلة الصلاحيات داخل الدولة. يعني الآن الأستاذة المحترمة تحدثت عن قضية عدم تطبيق الدستور، يعني المشكلة ليست في النص الدستوري، المشكلة أنه لا أحد يحترم النص الدستوري في العراق. يعني الدستور في العراق هو أداة سياسية، والجميع يستخدم الدستور
كأداة سياسية من أعلى هرم الدولة إلى أصغر موظف داخل الدولة. هذه الإشكالية الحقيقية. بالتالي الحل الوحيد الممكن للعراق هو في اعتراف الجميع بطبيعة الأزمة، ثم جلوس الجميع على طاولة لحل هذه الأزمة. من دون هذا الاعتراف لن نستطيع أن نوجد حلاً. نعم نستطيع أن نوجد حلول تكتيكية قابلة للصمود لسنة لسنتين، ولكننا لن نستطيع أن نحل الإشكاليات الجوهرية التي تعصف بالعراق. زور سباس كاكسر دار فرمو بيخول سباس من بس هدي عيد وسير شتلم. الوثيقة الموازية مهمة جدا بلام لمقابل أو استباسي هنا كريغوريني دستور نظام الرئاسي نظام الرئاسي معناه أوي توهرشيت بناكرد ولا دواي دوهزار وسيو أي بيتو بو ديكتاتور يقل سروا وعادين تاج شتيكي لباب الصدامة كيتو بو يأبي بزانين أما تشونا كين وأما لسر بنماي علاقاتي قوة كدكتوري حياخو إشارة بيكرد أينو سينو بداخوا إلا أجر خواهدات ما بدأ واعتراف بواقع خراب بكين وإرادي حل شعادلة نزال بيبسر منا وإلا ميجو حل خويا سبيني وأمولات دا بشكا أما خالق خالي دوام كاك عارف من تلطيفي وضع مكرت كوتم تونيلي تاريك أجينا تونيلك تاريكني خوزق تاريك بويا قرأي نوا بلام تونيلك لو ديو بسر هل ديريك يا مني بينم هل ديريك خرابة هل ديري تقسيمو جنجينا وخويا حكم خوزقة حكم نبوايا أم حكم محكمة اتحادية أصلاً دستورية بيش دستور بريمر داي مزران دوا إما قانوني محكمة اتحادية من لسر بنماي دستور درنا كردوا وأم محكمة أجر نبوايا ظروفي سياسي بالي بيواناين خمان حليك بدو زينة وبالام أما بتنيا حل أوتا لاستيك منا ومنا ومعمل إنتاج لاستيك ميد إن إنديا لاستيك يكا بلاستيكي هندي نايقاتي أو عند لاستيكي هنا خالك هي دمي بيلم عفوك أو نعم من وصفهم كردوا ما تحم كردوا لا يقدق عفواً كذا نيودقة سكك الحديدية في أوروبا ما منعت الحروب العالمية القضية السياسية إذا تحل سياسة يعني الاقتصاد والإدارة تتبع السياسة سبعات بوكر شيء فيان خال دكتور فيان من نتيجة بينهم برادراني باكور علي أز نتيجة دخوازم خديجة نخوازم نتيجة وايا لنتيجة هالبجاردني سرويك جغري سرو كاك دكتور بشير حدادو كاك دكتور برهم شرخك إسقان شكان نيق لواقعي كردية دروز بوا خرابترين دوخمان هي چوار سالي دهاتو عراق ياخوا من هلا برس چوار سالي كي زور ترسناك و خرابه زور سفاس بوريك لبرزان دكتور عمرو عبدالجبار وزيري پیشو عراق سروكي نبسنگير روشكاري عراقي بخير بي دكتور محمد احسان وزيري پیشو لحكومتي كردستان و سروكي زانكو اربيل بخير بي دكتور يحيى كوبيسي روشكال نواندي عراقي بولي قولي نوي ستراتيجي و برس سردار عبدالله كسياتي سياسي و پارلمانتاري پیشو عراق زور سفاس تانا كان بخير بي